ناخد بقى اللي بعده مباشرة وهي طريقة اللعب. ننتقل للصورة اللي بعدها اللي خاصة بطريقة اللعب اللي بيلعب بيها كارلو أنشيلوتي. كارلو أنشيلوتي بيلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، دي الطريقة الأساسية، لكنها بتتغير في الصورة اللي بعدها مباشرة. هتلاقيها إن هي بتتغير لما بيخش لاعب من الاثنين اللي موجودين على الدايره اللي هو رقم 8 بيخش في رقم 10 علشان حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها كمان شويه. ودي الطريقه بتاعت ريال مدريد بشكل عام، واحنا على قد ما بنقدر طبعا احنا بنختزل الموضوع بشكل صغير، يعني عايزين نكمل في الصوره اللي بعدها. ده اخطر لاعب ودائس اكبر سلاح عند ريال مدريد بشكل غير طبيعي، حاجه يعني حاجة مرعبة طبعا. اكيد كلنا عارفين فينيسيوس وعارفين قدراته وعارفين سرعته وعارفين ازاي تحول من لاعب يعني ضعيف جدا، والناس كلها كانت بتتريق عليه، وانا واحد من الناس كنت بشجع يعني برشلونة قاعد بضحك عليه يعني، لكن طبعا وصل لمستوى غير طبيعي. بنتكلم عن لاعب هيحجز الكرة الذهبية ما بينه وما بين كيليان مبابي او حتى واحد زي ايرلينج هالاند. فالناس دي ركز على الناس دي هي الفترة اللي جاية هي اللي هتبقى في الكرة الذهبية، وده من ضمن الحلول اللي بيعتمد عليها كارلو أنشيلوتي بشكل كبير جدا، سواء كان من سرعته على الأطراف، وريال مدريد مميز جدا في السرعة اللي على الأطراف، وأيضا مش بس سرعته، لا هو كمان يعني واحد على واحد مرعب، واحد على اثنين مرعب، واحد على ثلاثة مرعب، يعني خلينا منطقيين يعني. والله ده واحد على 11 على 11 مرعب بالظبط. فدي جزئية. خلينا نروح للصورة اللي بعدها، وده اللي أنا بشفق على الراجل الطيب ده أكيد محمد هاني، لكنه كان راجل جدا جدا في مباراة البايرن على ألفونسو ديفيز وعلى سيرجي جنابري، وكان أصلا بقاله فترة، يعني أنا واحد من الناس اللي طلعت انتقدت محمد هاني خلال الفترة اللي كان فيها أكرم توفيق، واتكلمت إنه لازم يكون الشخص ده يكون عنده دوافع، يعني مش مسألة إن واحد جه قعدني وخلاص، لكن بسم الله ما شاء الله، يعني إحنا بنتكلم حالياً لاعب مميز جداً جداً وشايف نفسه بشكل كبير، لكن المهمة تقيلة قوي قوي. لما كان بيلعب في البايرن كانت أرقامه مميزة، قطع الكرات 5 مرات، اعترض الكرة قبل وصولها لأحد اللاعبين سواء كان جنابري أو حتى ألفونسو ديفيز 4 مرات، وايضا قطع الكرات دون الاستحواذ عليها من 6 مرات، ودقه التمرير وصلت ل 91%. النادي الاهلي لعب كره عرضيه يتيمه في المباراه دي، اللي احنا انا شخصيا يعني هو ليس بالامكان اكثر مما كان، بس يعني احنا برضو كنا خارجين زعلانين، ما عملناش لا مننا لعبنا ولا مننا في نفس الوقت، عشان كده عايزين بكره ان شاء الله الامور تختلف بعض شيء ان شاء الله، يا رب يا رب تختلف ان شاء الله تعالى. العرضيه الوحيده جت عن طريق محمد هاني، فيعني انا بوريك صعوبه الموضوع، ومن هنا لابد ان يكون في حد متواجد، مش محمد هاني اللي هيبقى متواجد، لابد من ايقاف السلاح الخطير اللي هو فيني، والسلاح الخطير ده لازم يكون فيه معاونه من اكتر من حد، لكن ابرز الحلول هو الوينجر. الوينجر اللي متواجد ده هو يعني احنا بنتكلم واحد زي مثلا من وجهه نظري انا، يعني لو انا هقول وجهه نظري هو حسين الشحات. حسين الشحات تمت اراحته المباراه الماضيه ويعني ما كانش موجود، واعتقد ان كولر بيجي في دماغه يعني بعض الحاجات زي ان هو مثلا عارف ان هو ربما يقابل ريال مدريد وعنده سلاح تاني، فهو اكيد عايز برضو يريح اللعيبه شويه، فاعتقد ان حسين الشحات دوافعه كبيره، هو كان متواجد لما كان موجود مع العين وعمل يعني مباراه عظيمه جدا جدا ورقص الدفاع كله، كلنا عارفين يعني اللقطه الشهيره، وبرده حط الكره في العارضه، بس يعني ايا كان اقصد اقول ان هو عنده مهام دفاعيه بشكل كبير، ودوافعه يقدر ان هو يرجع مع محمد هاني ويعني يقفل على قد ما يقدر. ده بالاضافه برده لأليو ديانج. أليو ديانج اكيد انا من وجهه نظري انه لازم يكون هو المثلث اللي موجود في نص الملعب الثلاثي اللي هو بنتكلم على محمد هاني وايضا حسين الشحات وأليو ديانج، الثلاثه دول لازم يكون في قريبين من بعض بشكل كبير جدا. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده هي خاصه بمحمد عبد المنعم، اتمنى كمان ان هو اللي يرحل يبقى موجود في الجبهه اللي ناحيه فينيسيوس اللي هي الجبهه اللي فوق شويه، يعني علشان يبقى نامن نفسنا بشكل كبير. خلينا نروح لجزئيه اللي بعدها مباشره وهو السلاح الاخر وهو الرقم 10. الرقم 10 احنا بنتكلم في الاثنين الاباطره اللي هو ريحهم، مش بالضروره الاثنين يلعبوا، اعتقد ان ممكن يكون في اشراك لواحد منهم، ولا لو هو بيشارك الاثنين يبقى هو بيهزر بصراحه يعني، ونسيب المباراه ونمشي يلا يا جماعه كده يعني. فالاثنين دول طبعا احنا بنتكلم في اللي بيزيدوا بيبقوا متواجدين على الدايره لاسباب كتيره جدا، سواء كان ان هو يعمل الكرات البينيه او حتى انه فيني بيبقى متواجد بيخش لحد هنا، وبعدين بنلاقي انه رودريجو اللاعب المتحرك بشكل غير طبيعي، يعني احنا بنقول بنزيما وشخصيه البطل والكلام ده كله، ستايل مختلف تماما بالنسبه ليه رودريجو اللي هو اللاعب
الفولس ناين او اللاعب اللي هو المهاجم الوهمي اللي هو بيتحرك في كل حته فبياخد الدفاع معاه علشان يبقى في واحد موجود هنا اللي هو اي واحد من الاثنين سواء لوكا مودريتش او توني كروس يبقى موجود هنا علشان يصوب مباشره في المرمى او حتى يعمل بينيات او الكلام ده كله او على الاقل ياخد عين من عيون الدفاع. دي من ضمن الحاجات الاسلحه القويه جدا. احنا مش هنختزل دول بس يعني سواء في اسلحه اكيد تانية. شوف اللي بعدها ودي من ضمن الحاجات هيكتور كوبر اكيد مارسيل كولر انا والنبي مش عايزين هيكتور كوبر مارسيل كولر يعني خلينا نتفق ان هو دي الطريقه بتاعته اللي بيلعب بيها كل مره.